السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. منذ أيام قليلة وحتى اللحظة الراهنة، وتحديدا منذ يوم الجمعة الماضي ولحد دلوقتي، فوجئنا بأن في عشرات التقارير الإعلامية الغربية كلها بتحلل ما طرحه فلاديمير بوتين رئيس روسيا خلال إعلان قرار ضم 4 مناطق من أوكرانيا لروسيا. فلاديمير بوتين وعبر التصريحات له بتاعت يوم الجمعة اللي فاتت، بالإضافة إلى تصريحات سابقة في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تصريح عدد من القيادات الروسية، ومش أي قيادات، كلهم بلا استثناء اتفقوا على حاجة واحدة بس، إن روسيا لن تتردد في استخدام السلاح النووي للدفاع عن أمنها في حالة أي تهديدات تقرب منها، وإن روسيا هتستخدم السلاح النووي التكتيكي بشكل محدود في مواجهة أي اعتداء على أي بقعة أو أي جزء من الأراضي الروسية، خاصة ال4 مناطق اللي تم ضمهم حديثا لروسيا. التحليلات كلها بتقول لأول مرة تأتي تصريحات جادة من قيادات روسيا بخصوص التهديد باستخدام السلاح النووي. المرة دي هم جادين، والكلام ده العالم ما شاهدوش منذ عام 1962 أيام أزمة صواريخ كوبا، لما الاتحاد السوفيتي القديم قرر إن هو يواجه القواعد العسكرية بتاعة أمريكا في عدد من الدول الأوروبية، وحط في القواعد، أمريكا حطت في القواعد ديت أسلحة نووية، فجه الاتحاد السوفيتي ردا على القواعد ديت، لأن خلاص أصبحت موسكو في متناول وفي مرمى صواريخ أمريكا النووية. قرر الاتحاد السوفيتي القديم ان هو يحط قواعد عسكرية نووية في قلب كوبا اللي هي القريبة من امريكا. النتيجة امريكا اتحركت، فبدأ الاتنين يهددوا باستخدام السلاح النووي. طبعا كانت ازمة العالم لازال حتى اللحظة الراهنة بيتذكرها. من لحظتها من سنة 1962 العالم ما شاهدش هذه التهديدات النووية بالشكل المباشر ده إلا من خلال التصريحات اللي أطلقها عدد من قيادات روسيا. فلاديمير بوتين يوم الجمعة اللي فات قال بالحرف الواحد إن أمريكا والناتو بيسعوا لتدمير روسيا، وروسيا سوف تستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عن أراضيها بما فيها المناطق الأربعة. ثم قال إحنا لينا الحق في استخدام السلاح النووي، وقال مش الرئيس هاري ترومان أصدر قرار بإسقاط أسلحة ذرية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان من 77 سنة؟ ما هم سبقونا في النقطة دي. اشمعنى هم استخدموا السلاح النووي ضد دول أخرى؟ قالوا إن هي بتهددهم، وبالتالي هم عملوا لنا سبقة، السبقة دي هنشتغل عليها. هو أنت لوحدك فقط لغير من حقك تستخدم السلاح النووي عشان تدافع عن أمنك؟ ما احنا كمان هنستخدم السلاح النووي لو فكرت أمريكا مجرد تفكير إن هي تهدد أمن وأراضي روسيا. ثم بيقول إن أمريكا خلقت لينا سابقة في استخدام الأسلحة النووية. ثم فلاديمير بوتين شايف ان هو ممكن يستخدم من 2000 سلاح النووي التكتيكي المحدود، ممكن يستخدم اي منهم في اي لحظة. طبعا دايما على طول بتتردد كلمة او مصطلح سلاح نووي تكتيكي. يعني سلاح نووي محدود ان لما بيتم تفجيره او ضربه في منطقة ما بيكون محدد الاثر، يعني سلاح نووي اقل تأثيرا من السلاح النووي الطبيعي. بعد التصريحات دي وجينا بأن ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بيقول إذا روسيا تم إجبارها على استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا فمن غير المرجح تدخل الناتو. يعني بدأت روسيا تمهد لما بعد تفجير السلاح النووي في أوكرانيا. ديمتري ميدفيديف بيقول لو حصل نوع من التهديدات على روسيا هنستخدم السلاح النووي التكتيكي، لو ان الناتو تدخل يفضل لا، لان الناتو لو تدخل في الحالة ديت هتحصل حرب نووية شاملة، وطبعا تهديد لمرحلة ما بعد استخدام السلاح النووي.
مستشار الأمن القومي جاك سيلوفن اللي هو مستشار الأمن القومي الأمريكي قال إن أي استخدام للأسلحة النووية هيؤدي لعواقب وخيمة على روسيا، وقال إن في اتصالات تمت مع روسيا وأكدنا ليها إن إحنا هنرد فورا عليها لو فكرت مجرد تفكير إن هي تستخدم السلاح النووي. المسألة أصبحت جدة، يعني كون إن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بعظمة لسانها إن في اتصالات بهذا الخصوص مع روسيا وإحنا حذرنا روسيا إن هي تستخدم السلاح النووي، يبقى معنى ذلك فعلا درسوا وبحثوا وشافوا اتلاقوا ان روسيا بتتحرك على ارض الواقع فعلا من اجل استخدام السلاح النووي. حالة من الرعب والفزع بشكل غير عادي. المسؤولين الامريكيين كلهم واثقين من مصداقية فلاديمير بوتين المرة دي، وقالوا ان الاسابيع القادمة تعتبر بمثابة اسابيع فاصلة في العالم كله، وتوقعوا ان فلاديمير بوتين مش هيبدأ الحرب النووية دفعة واحدة، لكن هيستخدم السلاح النووي التكتيكي. يعني وبعدين هيبدأ حملة تخريب في البنية التحتية في قلب أوكرانيا، واستهداف طبعا أوكرانيا بشكل قوي، بالإضافة إلى محاولة تخريب أجزاء من أوروبا. ضربه في أوروبا، ضربه في أوكرانيا، هيركز على أوكرانيا. يا روح ما بعدك روح. ديت على فكرة التحليلات اللي توصلت إليها قيادات الولايات المتحدة الأمريكية عبر تصريحات نشرت في وسائل الإعلام الأمريكية والغربية خلال الأيام القليلة الماضية. الكل مصاب بالرعب، والكل تأكد بما لا دع مجالا للشك إن فلاديمير بوتين المرة دي ما بيهزرش. عايز أقول لحضراتكم إن بدأت تحركات متشنجة، وبدأت تظهر قرارات غير مدروسة، قرارات تحس فيها متخبطة. يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما فلاديمير زيلانسكي رئيس أوكرانيا تقدم بطلب عاجل جدا وسريع جدا ان هو يكون عضو في الناتو، الولايات المتحدة الأمريكية قالت مش وقت يا بابا، انت في ايه؟ ثم ألمانيا قالت ايضا بالحرف الواحد احنا مش اصحاب قرار، انما دول الناتو الاخرى هي صاحبة قرار. ثم الكثير من الدول الكبرى تنصلت اساسا من قبول او الموافقة على عضوية اوكرانيا في الناتو. فوجئنا ان رئيس رومانيا كلاوس يوهانس وسبع رؤساء اخرين من وسط وشرق اوروبا اصدروا بيان اعلنوا فيه عن دعمهم لانضمام اوكرانيا للناتو. الدول اللي هي ايه حضرتك؟ ليتوانيا، استونيا، بولندا، مقدونيا الشمالية، سلوفاكيا، الجبل الاسود، لتشيك. طبعا دول أي كلام أساسا، وعضويتها مجرد بس تحصيل حاصل في قلب الناتو كمنطقة جغرافية، وكان الله بالسر عليم. طبعا حضراتكم بتلاحظوا أن في قرارات متشنجة. تعالوا حضراتكم شوفوا بعض التصريحات وبعدها نرجع لحضراتكم مرة أخرى. بعد تهديده المتكرر باستخدامها في هذه الأماكن قد تسقط قنابل بوتين النووية. وكالة إدارة جو بايدن تضغط على الأوروبيين لزيادة دعم أوكرانيا. طبعا الضغط على الأوروبيين هيولد انفجار، خاصة أن رأس الذئب الطائر موجود قدام الكل، وأصبحت هناك مظاهرات في قلب بريطانيا ضد الحكومة الجديدة. مسؤول أمريكي سابق: أوروبا تواجه وضعا مخيفا في أعقاب التسريبات الغامضة بخطوط الأنابيب. الدنيا بدأت تقع من الجميع. 8 دول من شرق ووسط أوروبا تؤكد دعمها لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو. قرارات كلها متخبطة. الاتحاد الأوروبي: انتهاء الحرب في أوكرانيا أصبح شبه مستحيل وأيامنا سودة. صندوق النقد الدولي يعلن: حرب أوكرانيا سببت أسوأ أزمة غذاء منذ 2008. دي التصريحات عاجلة خلال الساعات القليلة الماضية بتكشف لحضراتكم الستار عن أن تطورات الأوضاع تسير من سيء إلى أسوأ في ذات الوقت اللي فيه حالة رعب غير عادية، وتأكد بما لا دع مجالا للشك أن فلاديمير بوتين هيستخدم السلاح النووي، وده في حد ذاته رادع من أي تحرك في مواجهة روسيا أو أي دعم قوي لأوكرانيا بشكل مباشر. طبعا هيستمر الدعم لأوكرانيا بطريقة غير مباشرة، شوية أسلحة تروح لأوكرانيا، إيه يا جماعة إحنا بندعم أوكرانيا، هو تبص يا أوكرانيا إحنا بندعمك، حفظا لماء الوجه. لكن التأثير الحقيقي لهذا الدعم بيساوي صفر. أراكم على خير.